مع نادي بافاري الذي صعد إلى الدور نصف النهائي من جديد، وهو يواظب على ذلك في السنوات الأخيرة ويستحق ذلك بالتأكيد بعد هذا العرض الكبير الذي قدمه رغم الغيابات ورغم النقصان العددي في صفوفه، ولكنه أثبت أنه ينتمي إلى فصيلة الكبار في عالم كرة القدم وفي كرة القدم الأوروبية. وكما رفع جمهوره لافتة نحن لا نعرف الاستسلام قبل المباراة، أثبت اللاعبون ذلك خصوصا في الشوط الأول الذي شهد خماسية نظيفة لثالث مرة هذا الموسم. هذه الأهداف طبعا السبعة، تياغو الكانتارا الدقيقة 14، بوتينغ الدقيقة 22، ثم الدقيقتين 27 و40 لليفاندوفسكي، ومولر في الدقيقة 35، وتشابي ألونزو في الدقيقة 88. وفريق بايرن ميونخ يذهب لكي يجثو على الركبة أمام جماهيره التي ترفع الأعلام الكبيرة وتحيي الجمهور، ويأتي إليها توماس مولر ربما يطالب بالعلم الألماني أو علم البايرن. توماس مولر على كل حال أصبح اليوم أكثر لاعب ألماني يسجل في دوري أبطال أوروبا عندما سجل الهدف، وارتفع الرصيد إلى 27 هدف لهذا اللاعب الذي طلب بمكبر الصوت يريد أن يهتف للجماهير، ولا أدري إذا كان يمكن أن نسمع الصوت هنا في الاستوديو. المحببة وجماهير بايرن تتفاعل مع الفريق وتوماس مولر. أنا كنت أخشى على توماس مولر حقيقة أن يسقط من على سور حديدي ويتعرض لإصابة لا لزوم لها يعقد مسألة الجهاز الطبي والمدرب وفريق بايرن ميونخ، لكن على كل حال مشهد